أداة القلم. Pencil tool. كيف يمكن الرسم باستخدام أداة القلم؟ يمكنك فتح برنامج الرسام واستخدام أداة القلم Pencil tool لرسم خطوط أو منحنيات رفيعة بحرية تامة. خطوات رسم الخطوط الحرة: 1. من الصفحة الرئيسية Home tab انقر أداة القلم Pencil tool من مجموعة الأدوات Tool group. 2. من مجموعة الألوان Color group انقر على اللون 1 Color 1 واختر اللون الذي سترسم به، ثم اسحب مؤشر الفأرة للرسم في منطقة الرسم. ثلاثة للرسم باستخدام اللون 2 Color 2 لون الخلفية انقر بالزر الأيمن للماوس في نفس وقت تحريك مؤشر القلم. أربعة اختر أداة املأ باللون Fill with color من مجموعة الأدوات وقم بالنقر داخل الرسومات للتلوين بألوانك المفضلة.